جولتنا عبر أبرز الصحف الصادرة اليوم بأمريكا الجنوبية نستهلها من الشيلي، حيث كتبت يومية لا تيرسيرا أن الرئيس سيباستيان بينيرا يستعد لإجراء تعديل وزاري خلال الأسبوع الجاري بعد العاصفة الانتخابية لنهاية الأسبوع الفائت، وذكرت أن الأغلبية منيت خلال هذه الانتخابات بالهزيمة أمام المعارضة اليسارية والمرشحين المستقلين. الصحيفة أضافت أن التعديل الوزاري المرتقب قد يشمل وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتنمية الاجتماعية. وفي الأرجنتين كتبت باخينا دوسي أن مدينة بوينوس آيرس تستعد لفرض إغلاق صارم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد أن كانت قد رفضت تطبيق القيود التي قررتها الحكومة المركزية. وذكرت أن مجلس المدينة يعتزم فرض قيود صارمة بما في ذلك حظر التجمعات العائلية وإغلاق المقاولات بعد الزيادة المقلقة في حالة الإصابة بفيروس كورونا. أما أوغلوبو البرازيلية فكتبت أن الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا أكد أنه لن يتردد في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2022 إذا تصدر نوايا التصويت في استطلاعات الرأي، وأوضح أنه بصحة جيدة. وسجلت أن إعلان زعيم اليسار يأتي في وقت وصلت فيه شعبية الرئيس الحالي جاير بولسونارو إلى أدنى مستوى لها منذ تنصيبه. وننهي جولتنا من الإكوادور، حيث كتبت يومية اليونيفيرسو أن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ياكو بيريز أعلن أمس الأربعاء انسحابه من حركة باتشاكوتيك ومن الحياة السياسية، ودعا إلى مواصلة ما وصفها بالمقاومة.